وننتقل الآن إلى الأستاذ أحمد الخياط، وكيل وزارة الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. أستاذ أحمد الخياط، يعطيكم العافية على جهودكم الكبيرة. كيف واجهتم يعني حالة عدم الاستقرار التي شهدتها مملكة البحرين في مواجهة تجمع مياه الأمطار في الشوارع وشبكات الصرف الصحي أيضا؟ طبعا شاكر لك أخي العزيز الاتصال. طبعا كان في استنفار، وهذا الاستنفار وتجهيز حق التنبؤات اللي وردتنا من فترة ما كان يعني من اليوم، كان من أيام سابقة. يعني يمكن تواجد بتشوف الأخوة فرق العمل صراحة في استنفار تام، متواجدين على أغلب الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية في المملكة، سواء كانوا من خلال المضخات اللي تتوفر عند الوزارة أو المضخات اللي احنا نستقطبها وناخذها نستأجرها من القطاع الخاص، وكذلك أيضا وجود الصهاريج على امتداد الشوارع الرئيسية. طبعا هذه يمكن جانب، أما الجانب الآخر والأهم هو المنشآت الحساسة والهامة في المملكة. احنا طال عمرك أمننا طبعا مستشفى سلمانية، كانت في بعض الأمور هناك أمناها، وفي في مناطق مختلفة في المملكة وحساسة احنا أمناها، واستطعنا بإذن الله تعالى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى للتقلب عليها وشفط مياه الأمطار، لأن على أساس أنها ما تختلط بمياه الصرف الصحي. طبعا جهاز الصرف الصحي يعمل بكفاءة الآن، ما عندنا أي مشكلة. طبعا يعني في رجاء، انا احب اكرر ذي الرجاء دائما حق المواطنين الكرام الاعزاء اللي نلقى منهم كل التعاون بامانه في جميع مناطق المملكه ومحافظاتها، ان لا يفتحون اغطيه الصرف الصحي. انا اعرف تماما ان المواطن لما تجي المطره بهذه الكميه، هذه الهطولات المطريه القذيره في وقت جدا قصير وارتفاع بيكون جدا عالي، في خوف في تخوف، ولكن ثقوا تماما ان احنا راح نتعامل مع الوضع بكل ما نملك وحسب الامكانيات المتوفره لدينا في الوزاره، وايضا من خلال ايضا استقطاب بعض الامور من القطاع الخاص المتوفره مع المقاولين الموجودين معنا على الارض. طبعا جميع المشاريع اللي عندنا في شؤون الاشغال او حتى في شؤون البلديات نتعامل معها، وتوفر لنا ايضا صهاريج ومضخات لتأمين الحركة المرورية والحركة الانسيابية على الشوارع العامة، لأن هذا شيء جدا هام. ومن ثم أيضا مثل ما قلت لك أخوي، المنشآت الهامة والحساسة مثل المستشفيات، المطار، مداخل المطار، مداخل المستشفيات، والأجهزة أجهزة الدولة الهامة احنا نتعامل معاها باذن الله تعالى. وتشوف اليوم يمكن اقلب، انا اقول 90 او 95 من الشوارع الرئيسيه تقريبا شبه مفتوحة. في بعض هناك بعض الشوارع الرئيسية اللي فقط مسار واحد يكون في بعض الأمطار، وإحنا بإذن الله تعالى راح نتغلب عليها مع يمكن خلال ساعتين الثلاث القادمتين بتشوف الشوارع الرئيسية كلها سالكة 100%. أنا أتكلم اليوم سالكة 95%، لأن في بعض المسارات فيها بعض مياه الأمطار، وإحنا إن شاء الله راح نتعامل معها بشكل آني. لكن طول عمر فرق الوزارة بفرعيها بقطاعيها شؤون الأشغال وشؤون البلديات الآن على الأرض، وطبعا كانوا على الأرض من البارحة. احنا صار لنا ثلاثة أيام طويل العمر، أغلب موظفيننا وحتى الموظفين اللي احنا معانا من المقاولين أمانة ما خذوا حتى قسط من الراحة قليل جدا، لكن هذه في سبيل طمأنة المواطنين، في سبيل أن مواطنين الكرام يحصلون على ممرات وشوارع رئيسية آمنة للتنقل من وإلى، وخصوصا في الحالات الطارئة. وأنا أحب أيضا طول العمر نستغل هذه الفرصة أن يعني نطلب ونرجو جميع مواطنينا الكرام والمقيمين أن يعني يعطونا فرصة على أساس نتأخذ يعني فرق العمل على الشوارع سواء كانت الرئيسية أو الفرعية وقتها لإزاحة هذه المياه وتصريفها بشكل آمن، واللي ما عنده أمور عاجلة أنا أرى أن يعني يحاول قدر المستطاع أن يلتزم المكان اللي هو فيه حتى يتم يعني تصريف الأمور بشكل سريع جدا إن شاء الله. نعم، الأستاذ أحمد الخياط وكيل وزارة الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، جهود كبيرة ومقدرة نشكركم عليها، وشكرا لك على مداخلتك معنا.